أقام مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية ملتقى الرسوم المتحركة المصرية في دورته الخامسة. أنا من ضيوف هذا المهرجان منذ فترة طويلة، وأنا جاي النهاردة يعني بمناسبة إن ابني كريم داخل بفيلم اسمه نو سيجنال أو بدون إشارة، والعمل ده هو اللي حاز على الجائزة الأولى في أفلام التحريك، والسنة اللي فاتت كان خد برضو جائزة العمل الأول، والسنة اللي قبلها كان ابني محمود اللي خد الجائزة الأولى برضو. فالحمد لله فيلم جميل جدا على فكرة، مثل مصر في مهرجانات دولية كمان. يعني رحلة الإنسان والوصول إلى قمة التكنولوجيا وقمة العلم. السنة دي أول مرة عصام المصباح بيشترك في المسابقة، والحمد لله قدر انه يفوز بجائزتين انا بعتبرهم اغلى جائزتين، احسن فكرة واحسن سيناريو وحوار. ده في حد ذاته تشجيع كبير جدا ان الاعمال اللي جاية الناس تركز بقى فيها شوية على الفكرة، وقصدنا نقول بيها ايه وازاي مقدمينها، والرسالة اللي احنا في الاول وفي الاخر نتمنى انها توصل لاولادنا. كل سنة كنت ببقى فرحان في كل مهرجان بيحصل له علاقة بالرسوم المتحركة بسبب فوز أعمالي زي سنوحي، زي إيد على إيد، زي المغامرون الخمسة. المرة دي لأول مرة أطلع على المسرح أستلم جايزة ليها علاقة بالسيناريو والحوار، فده بالنسبة لي كان شيء جميل جدا. تم بالمبدعين ما بنهملهمش، أهميتها بنقول إن إحنا دي علامة أن المجتمع بدأ يسير بخطى قوية على اتجاه الاستقرار والأمن والأمان، وإن الأشياء اللي ممكن نشوفها في المجتمع والتي لا نرضى عنها هي أشياء مؤقتة، وهي أعراض أو توابع كما يقال للثورة العظيمة اللي فيها طبعا جوانب كتيرة إيجابية، لكن لابد أن زي أي شفاء، حالة شفاء من أي مرض استمر 30 سنة أو أكتر، لازم بيبقى فيه بيترك بعض الأثار، بيترك بعض الأعراض سرعان ما تنقشع ويرجع المجتمع لاستقراره ولأمنه ولمستقبله ولتفاؤله ولمحبته ولحواره الإيجابي مع بعضه البعض. المجتمع المصري لن يتقدم إلا بالحب، لن يتقدم إلا بالحوار، لن يتقدم إلا بأن احنا يكون في بيننا توافق معي وإبداعي. الإبداع بيلعب دور مهم جدا في هذا التوافق، لأن الإبداع نفسه توافق بين عناصر. تضمنت هذه الدورة 50 عملا تم اختيارها من 66 عمل من جهات إنتاج مختلفة.